جنيف تلك المدينة الهادئة التي تقع في أحضان جبال الألب الشهيرة والمطلة على بحيراتها الزرقاء العذبة، مشهورة بأنها أكثر مدن العالم جرى فيها اتفاقات ومعاهدات سلمية، لذا يوصف شعبها بأنه يتكلم بصوت الصمت. فسويسرا دولة يحكمها نظام فيدرالي، لديها نظام قضاء مستقل في كل محافظة وولاية، وهي تحت إشراف محكمة فيدرالية عليا تابع لها نائب عام فيدرالي. معدلات الجريمة لديها منخفضة ومحاكمها تعمل تقريبا 6 أشهر فقط في العام، لذا كانت مفاجأة كبيرة حين أصدر مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري بيانا أعلن فيه إعادة فتح الإجراءات الجنائية لقضية كبيرة هي اغتيال الدبلوماسي المصري علاء الدين النظمي نائب رئيس الملحقية التجارية التابعة لبعثة مصر في الأمم المتحدة بجنيف في عام 1995. وقعت هذه الجريمة منذ أكثر من 29 عاما. في 13 نوفمبر في عام 1995 كان علاء نظمي نائب رئيس المكتب التجاري الخاص بالبعثة المصرية في مقر الأمم المتحدة قد أنهى عمله اليومي، ولم يكن يعلم أن هذا آخر يوم عمل له هنا في مقر الأمم المتحدة متوجها إلى منزله. صحيفة جلوبال ووتش أناليسيس لها مقالة بتاريخ 24 مايو عام 2020 تحت هذا العنوان: علاء الدين نظمي أوقف سيارته من طراز بي ام دبليو في موقف السيارات في المبنى الذي يسكن فيه. قتل الدبلوماسي المصري بالرصاص بدم بارد ب6 رصاصات أطلقت من مسدس. وتؤكد الصحيفة أنه بعد أيام من الجريمة وفي 21 نوفمبر فتشت الشرطة السويسرية المركز الإسلامي في جنيف الذي أسسه سعيد رمضان صهر حسن البنا. وبحسب الصحيفة يقول ريتشارد لايفيير الذي كان حينها صحفيا في التلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية، قال إن ماسورة السلاح مغلفة بغلاف من الرغوة الاصطناعية لتخفيف صدى الطلقات. المستشار علاء الدين نظمي كان في 42 من عمره، متزوج من سيدة مصرية ورزق بطفلة قبيل مقتله ب4 أشهر. كان مشهودا له بالتفاني والإخلاص وحسن الخلق، وكان هادئ الطباع، وكان يحظى بحب واحترام كل من عمل معه خصوصا زملائه من العاملين في بعثات الدول في الأمم المتحدة. في 13 نوفمبر عام 95 كان نظمي مكلفا بتقديم ملف هام في مؤتمر كبير تابع الأمم المتحدة في المغرب، لذا اضطر للبقاء متأخرا في مكتبه لإنهاء الملف الذي كان سيقدمه في اليوم التالي مع سفره إلى المغرب. ما بين 6 والـ7 مساء سمعت زوجته أصوات طلقات رصاص أو ما يشبه صوت طلقات، لكن لم تعيرها انتباها لانشغالها بطفلتها الرضيعة. بعدما تأخر زوجها عن موعده المتوقع لأنه كان سيسافر في اليوم التالي إلى المغرب بالقرب من منتصف الليل، فوجئت الزوجة بالسفير المصري ورئيس المكتب التجاري وعدد من زملائه في البعثة الدبلوماسية المصرية حضروا إلى المنزل لإعلانها بالخبر الأليم بأن المستشار علاء الدين نظمي قد قتل، أو بالأحرى تم اغتياله. وجدت جثته في الجراج الخاص بالعمارة، وأن الجهات الأمنية السويسرية قد بدأت بالفعل التحقيق، وخصوصا أن حقيبة الأوراق الرسمية الخاصة بعلاء الدين نظمي قد سرقت بجانب متعلقاته الشخصية. في المساء عاد المستشار علاء نظمي إلى المنزل. هذه البناية الضخمة، هي بناية كبيرة كما نرى، هذا الجراج أو هذا المرآب الضخم حتى تدخله يجب أن يكون لديك كود خاص بالسيارة وخاص بالمكان الذي ستصف فيه سيارتك، لكن واضح أن القتلة كانوا في انتظار المستشار علاء نظمي وأردوه قتيلا ب6 رصاصات قاتلة وسط دماء كثيرة. سمعت طلقات الرصاص رغم وجود كاتم الصوت. الشيء الوحيد الذي وجد في هذا المرآب لتبين هذه الجريمة هو كاتم للصوت، وهذا كاتم الصوت
هو السبب في توجيه الاتهامات في النهاية بعد 29 سنة للقتلة الحقيقيين. وبحسب الليبراسيون، أعلنت جماعة إسلامية غير معروفة هي جماعة العدالة الدولية مسؤوليتها في القاهرة عن اغتيال دبلوماسي مصري. ولأكثر من ربع قرن تعثر التحقيق في اغتيال الدبلوماسي المصري، وتم تعليق الإجراء في عام 2009، وأول تطور كان في أكتوبر 2018. تم القبض على رجل في فيرنييه في كانتون جنيف، العروض القوية التي قدمها وهو إيطالي من أصل إيطالي من مواليد عام 1969. والأهم من ذلك أنه تم العثور على الحمض النووي الخاص به على كاتم الصوت للسلاح الذي قتل به الدبلوماسي المصري. وكان هذا الحمض النووي غير صالح للاستخدام منذ فترة طويلة بالنسبة للمحققين، فإن تطور التكنولوجيا هي التي جعلت من الممكن جعل المطبوعات قابلة للقراءة والعطول على مشتبه به بعد 23 عاما من المأساة. تطور جديد حدث في 18 من مايو 2020. المحكمة الفيدرالية السويسرية، أعلى هيئة قضائية في سويسرا، طلبت بالإفراج الفوري على المشتبه فيه. وهذا الحكم مثير للدهشة على أقل تقدير، وبما أن ملف الحمض النووي الأنثوي هو الوحيد الذي يستوفي المتطلبات ذات الصلة، فقد تم إدخاله في الأنظمة المخصصة وإرساله إلى الإنتربول أو البوليس الدولي. بل إنه تم الكشف عن الحمض النووي في 68 دولة، وظلت المقارنة مرة أخرى غير حاسمة. ونظرا لعدم التمكن من التعرف على الجاني على الرغم من أعمال التحقيق المكثفة، أوقفت الإجراءات الجنائية في ديسمبر عام 2009 بسبب عدم التعرف على الجاني. في يونيو عام 2016 تم تشغيل نظام الوطني لسويسرا الجديد والذي يستخدم خوارزميات AFIS. نتيجة لذلك تمت مقارنة الخيوط التي لم يتم حلها سابقا والتي تتعلق في المقام الأول بالجرائم الخطيرة مع نظام معلومات الاستخبارات المالية الجديد. تم العثور أخيرا على تطابق بين بصمة الإصبع الموجودة على كاتم الصوت وبصمات المتهم الحالي البالغ من العمر الآن 54 عاما. في أكتوبر 2018 تم القبض على المتهم الرئيسي بعدما وجه النائب العام تهمة القتل العمد إلى المتهم. وفي مايو 2020 بعدما قبلت المحكمة الفيدرالية الاستئناف الذي تقدم به المتهم تم الإفراج عنه. في ديسمبر 2021 تم اعتقاله مرة أخرى ووضعه رهن الاحتجاز في إطار تحقيق خاص بالولايات أو المحافظات السويسرية. كما اتهم النائب العام السويسري المتهمة الأخرى بالتواطؤ في القتل بسبب تصنيعها لكاتم الصوت المستخدم في الجريمة. إجراء تحقيقات الشرطة القضائية السويسرية كان جزءا من التعاون الوطني الدولي المكثف مع ألمانيا. علاوة على ذلك تم إجراء عشرات المقابلات كجزء من الإجراءات الجنائية. وكعادتها ستعلن النيابة التهمة الجنائية في الجلسة الرئيسية أمام المحكمة الجنائية الاتحادية ويسري افتراض البراءة حتى يصدر الحكم النهائي. ويبقى السؤال، علم الجريمة يتحدث إذا أردت أن تبحث عن القاتل فابحث عن الدافع. إذن من هو المستفيد من اغتيال المستشار علاء الدين نظمي؟ هل هي الجماعات الإرهابية الإسلامية سواء الإخوان المسلمين أو جماعة الجهاد أنذاك أو غيرها من الجماعات الإسلامية، وخصوصا أنه كان يبحث في التمويلات الخاصة بالإخوان المسلمين؟ ويبقى السؤال، لماذا قرر المدعي العام السويسري أن يفتح القضية مرة أخرى قبيل شهور فقط من إعلان تقادم هذه القضية التي كانت تصل إلى 30 عاما بحسب القانون السويسري؟ هذا هو السؤال. عمرو منيري، قناة القاهرة الإخبارية، جنيف.